رجعنا مشاهدينا من بعد هذا اللقاء وتغطيتنا لحدث كبير مثل الحريق الذي تم صباح اليوم في شويخ صناعية، لكن نطلع من هذا الجو عشان ندش شوي في جو ثقافي خارج الحدود الكويتية. اليوم نستضيف معنا دكتور يعقوب محمودوف، رئيس معهد التاريخ في أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وعضو البرلمان الأذربيجاني، والمترجمة نور محمود. ويلكم، حياكم الله. Hoş gördük. Çok şadım sizin televizyonunuzda olmaktan. Директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов на кувейтском телевидении, рассказал о реалиях Азербайджана. Во время эфира Ягуб Махмудов презентовал издание Института на арабском языке, а именно. Первое – это Ереванское ханство, российское завоевание и переселение армян на земли северного Азербайджана. Второе – Ереванское ханство, ханский дворец, разрушенный армянскими вандалами. Третье – Ереванское ханство, мечети Еревана, разрушенные армянскими вандалами. Четвертое – Ереванское ханство, Ереванская крепость, символ героизма и чухурсадские правители. أذربيجان هي بلد قديم وتلعب دورا مهما حاما في عالم الإسلام. ولأذربيجان تاريخ مجيد قديم ومجيد جدا. Güzel tabiatımız var. Dağlarımız var, çaylarımız var, sahralarımız var. Dünyanın bütün tabiatı hamısı Azerbaycan'da var. عندنا في أذربيجان يعني طبيعة فترة جميلة جدا في بلدنا، جبال والحضبات والأنهار والبحر، البحر القزوين، يعني طبيعتنا ممتازة جدا. أما فخر ديريك كي bizim 5 millik devletlerimizin tarihi var. Kadim devletler yaratmışız biz. نفتخر ونحتز بكثير لأنه يعني عندنا تاريخ دولات ودولة، يعني تاريخ إنشاء الدولة حتى ترجع إلى 5000 من زمان. يعني bizim büyük imperyalarımız da olur. Mesela bizim Safavi imperyasının serhatları Körfez'e kadar uzanırdı. Sizin tarihte komşunuz olmuşuz. يعني تاريخيا كانت عندنا دولات و دول صغيرة وكبيرة وحتى سلطنات عديد كثير من السلطنات. مثلا كانت عندنا دولة صفويين امتدت حدود تخومها حتى الخليج العربي. يعني biz Kafkaz'da İslam'ı kabul eden ilk ülkeyiz, ilk halkız. شعبنا بلدنا بلد أذربيجان هذا أقدم، يعني أول دولة التي قبلت الدين الإسلام، يعني أولا في جنوب القفقاز. 728 يلدا bizim ülkemizde ilk mescitler dikilip. تم إنشاء المسجد الأول، المسجد في بلدنا يرجع تاريخه إلى سنة 728، 728 ميلاديا، يعني تم إنشاؤها أول مسجد. bütün Kafkaz'da İslam'ın yayılmasında biz faal iştirak etmişiz. لعب الشعب أذربيجان وخاض نضالا فاخرا، يعني نضالا عظيما لانتشار دين الإسلام في هذه المنطقة في جنوب القفقاز. لعب الشعب أذربيجان خلافة دورندا مسلمان انتباه إسلام انتباهنا مدنيتنا يرمسنا bizim büyük rolumuz oldu. وكان كمان أذربيجان محدا لتطور الحضارة الإسلامية وانتشارها في هذا المنطقة من الشرق إلى الغرب، يعني مثل انتقال مثل جسر. داهي شاعرımız Füzuli'nin قبره كربلادادır، بغداد'dadır. وأبناء أذربيجان من الشعراء، من الحكماء والكتاب مثلا، هم لعبوا كمان دورا هاما في تطور الثقافة مشارك الإسلامي. مثلا مقبر شاعرنا العظيم محمد فضولي، هو عاش وتوفي ودفن في مدينة كربلاء بالعراق. 650 ليني بايرام اليريك
إمادتة نسيمة onun قبره هلبتد والآن نحتفل شعب أذربيجان يوبيل شاعرنا العظيم عماد الدنسيمي مرور على ولادته 650 سنة ونحتفل يعني ببلدنا هو كمان دفن عاش ونشط نشأ ودفن في حلب في سوريا يعني biz 200 yıldan çok Bolşeviklerin keçmiş Rus imperiyasının tərkibində olsaq da İslamı qoruyub saxladıq. رغم أن نحن كنا تحت احتلال تحت سيطرة روسيا القيصرية يعني سنة طويلة مدة طويلة ولكن نحن تيسر لنا أن حافظنا على تقاليد الإسلامية ودين الإسلام والقرآن في 1991 يلدا biz müstəqil olduq, azadlığa çıxdıq. حصلنا على استقلالنا عام 1991 نهائيا. İndi Qafqazda ən qüdrətli dövlətik. الآن أذربيجان دولة مستقلة وأكبر دولة مستقلة في جنوب القفقاز في كل منطقة. Bütün dünyada 60 milyona kadar Azerbaycanlı var. عدد سكانها عدد الأذربيجانيين عبر العالم عدده حتى 6 مليون نسمة يعني كل أذربيجانيين. Ülkemiz tolerant ülkede, azad ülkede. يعني نصود في تصود في بلدنا النظام يعني تسامح الدين العرقي. İslam devletleriyle sık alakalarımız var. يعني نقوم ب سياسة تداون والتضامن والتواصل يعني بين الدول العالمية من جملتها بشكل خاص بالدول العربية. Bizim bugün Küveyt'te olmamız da bu alakaların neticesidir. والدليل يعني حضورنا في هذا الاستوديو يعني في بلد العربي يعني مثل الكويت هذا دليل من هذا التضامن. أكيد هذا شرف لنا استضافتكم و لدينا في الكويت وفي قناة سكوب خاصة. فكرة عن كتاب تاريخ إيروان. حابين نعرف مقتطفات عن هذا الكتاب وعن ماذا يتحدث عنه. İrəvan tarixi kitabını yəni gətirirsiniz. Bu kitab haqqında qısa epizodlarla nə deyə bilərsiniz? Yəni kitab haqqında bir qısa müxtəsər məlumat versəniz çox yəni şad olarım. Bizim Küveytə gəlişimizin də əsl səbəbi bu kitabın təqdimatıdır. الغرض الرئيسي يعني زيارتنا للكويت الغرض الرئيسي هو تقديم يعني تقديم هذا الكتاب للترجمه الى العربيه. Bu kitabın biz Meksika'da tercüme ettirmişiz İspan diline. هذا الكتاب يعني تم ترجمته الى سائر اللغات العالميه مثلا قمنا بترجمته الى الاسبانيه وقمنا بتقديم هذا الكتاب بمدينه مكسيكو بمكسيك ايطاليان انجليز روس رومان bütün dillerde, dünya dillerinde bu çevrilip neşr olundu. 8 yapmam, 8. 8 dilli, dünyanın 8 dilinde tercüme olunup çap oldu. Tem tercümetu ila sair al-lughat kama ashirna ila 8 lughat al-alamiyya. Ila al-ingliziyya, al-rusiyya, al-italiyya, al-isbaniyya, al-romaniyya wa al-tshikiyya wa ba'd akhir shay yani ila al-lugha al-arabiyya. Misir'de, Kahire'de bu kitabın takdimatını geçirmiş. قد قدمنا يعني قمنا تقديمها بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية. Çok sağ olun. Bugün biz Küveyt'te de sizin televizyonunuzda bunu takdim ediyoruz. شكرا لكم نريد أن نصدي خالص الشكر ونعبر خالص الشكر لأنه تيسر لنا يعني بمساعدتكم أن يعم يوما يعني في يمن هذه نحن نقوم بتقديمها بكويت. Meana bundan ibarettir ki bugün dünyada İslam'a hücum var. أريد أن أقول الآن نشاهد يعني الآن حملة ولا حجمة ضد العالم الإسلامية نشاهد يعني هذا عبر العالم هذا.
bugün İslam'a karşı səlib yürüyüşləri devam edir. Əhl-i səlib, səlib yürüyüşləri devam edir. يعني هذا ممكن أن هذا نقارن بالحملات الصليبية بالهجمات الصليبية يعني تاريخيا يعني هذا نستمر ولم تزل تستمر الآن هذا نتكلم عن الحروب الحروب الصليبية قفقازدا إيروان خانلığı adında İslam devleti bizim devletimiz olur كان في جنوب القفقاز يعني تاريخيا كانت دولة يعني من زمان وهذا كانت دولة الأذربيجانية كانت دولة إسلامية اسمها إيروان Bugün bu devlet yoktur. Alan Yusuf mevcudatın hazır devlet an yani. Bugün bu devletin yerinde bir Ermenistan devleti yaradılar. توجد يعني بدلا عن هذا البلد التاريخي بدلا عن هذا توجد دولة مسيحية دولة أرمينيا الروانية. 19. asrın evvellerinde Rusya İmperyası bu devleti aradan kaldırdı. قامت سيطرة روسيا القيصرية قامت بإزالة واحتلال هذا الدولة في القرن التاسع 19. عصر في القرن التاسع عشر. bizim 300'e kadar mescidimiz vardı bu devletler arasında. Hamısını mahvediyorlar. وكانت موجودة يعني بوصفها بكونها هذا كانت بلد إسلاميا كانت يعني على طول أراضيها في أراضيها مساجد الكثيرة أكثر من 300 مسجدا. وإسلام فاجئ تاريخه. هذا مصير مأساوي ممكن أن نقول هذا مصير مأساوي. منذ متى يحدث هذا؟ منذ أي عام والذي إلى الآن يستمر؟ يعني بو تقنها مشان نبختن باش لايت تيرور يعني بوجر عبد الله محبوب مسلا سرده. بو 1806 yıldan başlayarak 4. yıldan başlayarak 19. asrın evvellerinden Kafkaz'a Çar Rusyası hücum edildi ve bu İslam devletlerini aradan kaldırmaya başladı. Ve bedat yani hazil icraat, hazil hamalat ibtidaen min bidayet el karn 19 yani bitbit 804-806 ve lem tastamir haliyen yani. Torpaklarımız işgal olundu. تم احتلال الأراضين من قبل السيطرة الروسية. القرآن الكريم تونغاللاردا ياندرلدي. وتم إحراق المآسر الإسلامية والكتاب والكتب القرآن الكريم عبر هذا الأراضي بقاع. إسلام عالملاري مهودلدي، öldürüldü. وكما كان تزاحم وإضحاد رجال الدين ورجال العلم المسلمين يعني في هذه الأراضي. bizim halkımıza karşı soykırımları geçirildi. ولقنا يعني أذربيجان درسا قاسيا لقنا تاريخ درسا قاسيا لنا مثل شعب أذربيجان تعرض لحروب والقصابات في نفس المكان في مدينة إيروان. biz yaşadık ve İslam'ı da koruyup sakladık. ولكن تيسر لنا يعني حافظ أن نحافظ التقاليد الإسلامية يعني قدر المستطاع نعم. bugün de bu tarih devam ediyor. ليس من باب الصدفة يعني لم تزل تستمر هذه السياسة يعني حتى الآن في أيامنا الراهنة. Bu torpağa bizim İrevan Hanlığı'na köçürülen Ermeniler Karabağ'ı işgallediler. Yani Al-Aduvan, A'da'ın Al-Arman, Al-Lezin, Tabba تحجيرها إلى إيروان من آسيا وسطى تم قاموا باحتلال ناغورنو كاراباخ التي كان جزءا لا يتجزأ من أراضيها. ما الحل الجذري لهذه المشكلة؟ مثلا ما الذي يحتاجه الشعب الأذربيجاني المسلم وإن كان أقلية أم لا؟ ما الذي يحتاج كحل؟ bir hal olarak yani biz tercümanlarımız yani ederek yani bu bir hal olarak ne düşünürsünüz yani böyle emektaşlıkla anlaşmalar problemin hallini de görürsünüz. Bunu hallelemekten ötürü bugün bizim kudretli Azerbaycan devletimiz var. Li halli hazil müşakil nihna yani na'tabir yani indana devle azime ve kadir silahlı kuvvelerimiz var. Hazil müşakil
عندنا يعني القوات المسلحة ما شاء الله يعني يوجد عندنا جيش الجيش العظيم. أما إيرمانلارن arkasında Hristiyan dünyası durur. من شديد الأسف عدونا يعني كمان عظيم قوي جدا وتحت جنبهم وتحت وراءهم وراءهم وراء أعدائنا العالم يعني المسيحي. Büyük devletler, Hristiyan devletleri Ermenileri müdafiye ediyor. Cenab-ı Hak Allah desin. Ve buldan yani kubra uzma ve buldan uzma yani tusaid. Fi zihad hâzihi elfi. İnşallah netemenne min Allah el-Ali el-Kadir en yakhuz el-haq li men lehu haq fi hâzihi el-arz el-cemile leti te'arrafna aleyhi el-yom. Allah Teala'dan arzumuz olur ki bu cür güzel devletin bu cür yani bu kudretli bir halkın ben bu arzuya göre teşekkür ederim. أشكرك بكثير لهذا يعني حلم لحلمي تجاه شعبنا. أما إسلام دنيا سبيل لش ولكن لازم أن نقول لازم أن نتحد الشعب الإسلامي الشعب. شكرا لتواجدكم معنا نتمنى لكم ليلة سعيدة مشاهدينا وصلنا نهاية هذه الحلقة تصبحون على خير أحلام سعيدة. جزاك الله خير.